رجع الحمد لله أرامكو فوقه، وقلنا خلاص هذا قاعنا في هذه المنطقة، نعتبر إنه هذا قاع الموجة عند الخمسين فيبر. شوفوا الآن أرامكو من هذا القاع من جديد عند دعم متوسط 100 على الأسبوع. طبعا هذا المتوسط حنراقبه اليوم وبكرة، لأنه أي كسر صريح وإغلاق على الأسبوع دونه وتحت الترند، الله يستر علينا وعلى السوق من أرامكو، لأنه أرامكو هنا حيدخلنا في احتمالية الخروج عن المألوف، ونخاف لا قدر الله كإغلاق نجد أنفسنا سرنا على أعتاب 61 في بتصحيح. إلى الآن وإلى هذه اللحظات وإلى يوم بكرة يتم الحكم بشكل أوضح على الموجة، لأنه هنا برضو نحن قريبين من قيعان القناة عند 34 وقيعان البولينج، يعني حتى لو كسر الآن ممكن يرجع بكرة يقفل فوق 34.5 اللي هي الآن اللي واقف عندها دعم متوسط 100. يعني هذه دائما يحكم عليها بالإغلاق، والإغلاق بكرة. أما لو نزل اليوم مثلا فقاع القناة زي ما انتم شايفين عند 34، وقاع البولينجر 34 قاع القناة عند تقريبا، وقاع البولينجر عند 33.70، وقاع والخمسين فيبو 33.95، وقاع الموجة 34، يعني موضوع نص ريال 60. لكن نبغى وتد بعدين يصير، يعني ما نبغى الإغلاق تحت 100، لأنه كسر 100 تأثيره كبير علينا، وكسر الترند تأثيره كبير فنيا على السهم، ممكن يعصف فيه أكثر، ونخاف نحصل أنفسنا مع الوقت زي ما أنتم شايفين عند هذا المحور 61 فيه. لذلك الله يستر على أرامكو، هذا قيادي يسجل أو يكتب على المؤشر، يعني صراحة ضغط أكبر. ملاك أرامكو يعني يبغى لهم يتابعوا بتحفظ الآن هذه المستويات اللي هي متوسط 100. خلينا دحين مبدئيا لا نستعجل، تبقى الملفات دي كمغلقة إلين نشوف إيش ممكن يصير اليوم وبكرة في هذا المحل. أهم شيء عدم الإغلاق تحت متوسط 134.5.